كان عنده علم بظروفي، سيدي الحسين وعدتي بوفي، ما في رسالي واصلي مني إلا وبصدق الوعد موصوفي، لكن المرة خيبوا ظني الناس على السلطان ملهوفي، عشموني بالوضع جنني، النصرة المولى الأرض مرصوفي، وفجأة بليلي اتفرقوا عني هروب الضياء من شمس مكسوفي، وما بين نارين وأسل أني وحيري، وهاك الحال معروفي رجوع الحسين الحر متمني، وما يوصل الكوفي المكشوفي بقبل بدمي لحيتي حني، وما بقبل يقولوا الحسين شاف ماشي غريب بساحة. سلمت أمري، رضيت وترضيت، ترحمت على العمر الخلص زاد، قانع بوضعي، قلت نحن بيت معود قتل يستشهد أولاد، تاريخ أجدادي بلا يري، الموقف الثابت مشرق عناد، عم الرسول بحضرته اتربيت، يخبر سلف عن موت أحفاد، هوني صفيه بجرن المآقي الزيت، هوني صفي بجرن المآقي الزيت، وبكرة سيارنا بس ينعادوا رح يعرف العالم أنا قصيت من وراء عمري عيد ميلاد تدين يعمل عيد. مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام ابن عم الإمام الحسين عليه السلام، وأحد أهم فرسان الثورة الحسينية، أرسله الحسين عليه السلام سفيراً له إلى الكوفة ليستطلع حال العامة والجهوزية والقابلية لديهم للقيام والنصرة، فتحلق حوله الآلاف منهم بادئ الأمر. أربك وصول ابن زياد إلى الحكم الكوفيين، فانسحب الرجال وتنصل الواحد تلو الآخر ليظل وحيداً في أزقة الكوفة، بعدما أرسل للحسين عليه السلام يدعوه للقدوم معللاً ذلك باشتياق الناس له على حسب زعمهم. قضى مسلم بن عقيل الليلة الأخيرة من عمره الشريف في منزل طوعة، وهي امرأة مؤمنة مخلصة وصادقة. تآمر عليه أعوان عبيد الله بن زياد وحاصروه داخل منزلها، ثم اقتادوه إلى قصر الخلافة مكبلاً، فنكلوا به ثم رموه من أعلى القصر، وقضى مسلم شهيداً محتسباً. من جديد مشاهدينا الأعزاء، أعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه هو وصحبه الأخيار الأبرار الأطهار. وإلى الحوار في الشعر حول شخصية مسلم بن عقيل رضوان الله عليه، معي في الاستديو ضيفي الشاعر والأستاذ والسيد محمد تلحيني. سيدنا أعظم الله أجوركم. الله يعظم أجرك، الله يتقبل أعمالك. سيدنا، فيما يتعلق بمسلم بن عقيل، يعني عم نعالج أو عم نطرح قضية الغربة في شخصية مسلم بن عقيل، كيف يرى الشعر الغربة كمفهوم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لك مفهوم الغربة، يمكن إذا بدنا نفوت عليه بدنا نسأل ما الفرق بين الغربة والوحدة. نعم. الوحدة هي ما يشعر به الفرد داخلياً، أما الغربة وهو يمكن شعور كثير قريب، هو انعكاس هذه الحالة بمحيط هذا الفرد. يعني بس الوحدة، إذا فينا نعبر سيد عفواً، يعني ممكن يكون وحدة انتقائية، يعني أنا بختار إن يكون وحيد، ولكن الغربة هل مفروضة بالشعر؟ هي هون يعني الفارق بيناتهم. بس يروح الشاعر بده يحكي عن الغربة، وطبعا عنا بالتاريخ من العصر الجاهلي مرورا بالعصور المختلفة الإسلامية دائما كان يتناول موضوع الغربة، ولكن ينحكى عن الارتباط بالوطن،
الارتباط بالعشيرة، الارتباط بالجوانب الاجتماعية، وبتروح على شعر المتنبي، حتى بالشعر الحديث بنازك الملائكة، بكل الشعراء تحدثوا عن هذا الموضوع، ولكن قاربوا الجانب الاجتماعي. هل يطفي والارتباط بالوطن؟ نعم، يعني هل يطفي موضوع الغربة، معالجة موضوع الغربة، هل تطفي شجن وحزن كبيرين على الشعر أكثر؟ يمكن خارج عنوان كربلاء قليل جدا يلي راح حكي عن الغربة بشقها العاطفي. طبعا نحن بس نحكي بكربلاء واضح المشهد، بس نحكي بمسلم، بس نحكي بالأصحاب بنحكي، أما ما كثير بتلاقي عنا شواهد تربط الجانب النفسي والمعنوي للغربة والاعتبار المعنوي، لأنه طبيعة المجتمعات وطبيعة العلاقات الاجتماعية اللي كانت سائدة كانت دائما تتحدث عن الانتقال والسفر وترك الأوطان والحروب يعني. والحروب اللي هلأ نحن عشناها كمان كانت. طيب بما أنه عم نحكي عن مسلم سيدنا، يعني هل ترى مسلم غريب على المستوى الجغرافي أنه كان بأرض صار بأرض، أم هو غريب على كافة المستويات بين الناس اللي كانت موجودة بهذاك الوقت؟ صح. وغريب على المستوى النفسي. هون بدنا نشوف نحن كيف منشوف المشهد. هل مسلم بن عقيل له خاصية كونه من الأصحاب الذين تميزوا ببدء المعركة قبل معركة كربلاء؟ بيكون الجواب ما فعله مسلم تميز من كل النواحي، خاصة بالجانب العاطفي والمعنوي. يعني يمكن بمعركة كربلاء الحضور القوة كان حاضر أكثر بكثير عند الأصحاب، أما عند مسلم الخذلان، حجم الخذلان اللي صار مع مسلم، وبيعبر النص بيقول إنه بإحدى النصوص بيقول إنه مسلم بكى، قالوا له هل عم تبكي؟ قال لهم ما أبكي لنفسي، أبكي لهذا الذي في الطريق. قال له من يطلب الذي تطلبه لا يبكي. أحسن. فهون جواب على سؤالك، مسلم ما حس بغربته الجغرافية، ليش؟ نمط حياتهم كان نمط جهاد ونمط تنقل فتوحات. نعم. ونمط دعوة للإسلام. فولا مرة كانت الجغرافيا. يمكن بيعبر بأحد النصوص بالأدب الفارسي لما بيحكي عن مسلم بن عقيل بيقول له كانت إنه كيف قطعت الصحراء، فبيكون الجواب كانت مسافة عشق ولم تكن مسافة صحراء أو جغرافيا. لذلك الغربة اللي شعر فيها مسلم حقيقة هي لما سيلاقيه الحسين حينما يصل، فهي غربة معنوية نفسية أكثر من المعيار الجغرافي. أحسنتم سيد. شو رأيكم أنا نروح على الشعر يا الله في معالجة قضية غربة مسلم؟ يا الله تفضل. مسلم سفير الحق والأقدام. نعم نعم. طعم المنافذ وريح المنافذ وطعمة اللوعة من غيره عالدين ما بينام وما كان متهور ولا لهوع. حلو. عطش جروه إكرام الإسلام والنفس رباها على الجوع تشهد عبأس قصة الأيام فارس بطل عالضي ما بينام محفور شاشة. طوعة. أحسن. أحسن. من طوعة بكفي بقول لك طوعة الكريمة كفها الغيمات شتت أمانة كوفة الفرقة. طوعة الكريمة كفها غيمات شتت أمانة كوفة الفرقة وخطت رسالة أم بالآهات وشكات قلب تشكها سر يحزق شتاها يدمع الكلمات والخط غص وعبر بحرقة وعخدودها ما قصروا الدمعات والنهر غرق بآخر الورقة. قالت يا مسلم قالت يا مسلم عالغمت ما فات سيف الولاية بلحظة العركات ويشهق صليله وتزقر الشهر. مسلم
نموذج حي بالتصوير. نعم مسلم نموذج حي بالتصوير للبأس للوحدة على تربي. دمع المي الما وسع به غب الحزن من شهقه وشربي. حلو. مغدور بدروبه عقيد كتير غدر السهام ابخاص قربي رنت سيوف وما رجف نحرير الجسم صلى ما بتهزم حربي. أحسن. بس العزيز كثير على التفكير تلاقي غريب وملتجي للناس وعندك بشر أقسى من الغرب جسم صلى ما بتهزم حربي. أحسن. أحسن. بقول عم مسلم تغرب وقرب على هوى الكوفي وكانت عمو الروح ملهوفة. اتغرب وقرب على هوى الكوفي وكانت عمو الروح ملهوفة. مسلم بقي كوكب بدون قمار عيونه تنز قمار مكسوفة. مسلم بقي كوكب بدون قمار عيونه تنز قمار مكسوفة خيفان لما الحال والأخبار عند الحسين تصير معروفة. ما يكون عنده عسكر وأنصار ولا في ألوفي تساند ألوفي. الغربة تملي محجر وأفكار وقت اللي وحده بالمدينة صار وحوله أياد الغدر مكتوفة. الله أجرك سيدي. آخر رسالة صالها دم. حلو. أبلغ من الكلمة على تمه ما شم ورد وعطر من مدي من خوف إنه ينخ تيشم وقع ثنايا مبسم من ندري نادى عكاسة مي تتلم هاك الغريب الحالة بالشدة وحاصر الموت بهيبته وضمه تغريبته للدهر بتأدي وهمين شرفه من طرف كمه همه على غرب الدين والردي وهمه على غرب ابن عمه. أحسنت. 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 من سهم الخيانة من كف بقول سهم الخيانة وحرقة التعذيب سهم الخيانة وحرقة التعذيب انهالوا عمسلم تنسفك دم وصفى غريب وما بقيم كاتيب وحسرات قلبه عليهم التموا. مين اللي بيصدق مستوى التكذيب من ناس آذان الشرف صموا. الكانوا بمسلم رحبوا ترحيب رجعوا سبوا مسلم وذموا. وقرص الشمس لما الشمس بتغيب بيضل ضاوي وشول بيهم. أما العمسلم ركز التصويب وخان العهد بالمال والترغيب همه الدنيا الدين مش هم. أيام مسلم أو أحداث مسلم بالفهم والسرد شلال عبرة على الزمن دافئ. نعم. وأسلوب عايش بيلزم للفرد تيكون عارف مين بيرافق. ما أعظم الطير الغريب بجرد. نعم. وعكسرة الجانح ما بيوافق. الدستور قرآن مش عن مرد مخلي فؤاده نابض وخافق مسلم صباح التضحية والورد. حلو. وصورة معانا ضوها مرافق ومعيار حق بصيف أو بالبلد بين اللي بيصمتوا عهد الإخلاص وبين اللي حكيوا بين منافق. أحسنت. البير اللي بيعطي مي بسرك بيغني الناس ومعدن وريان. ما تغشك الأشكال وتغرك ما ابن طوعة عالدني هفيان. وحبل الحقد عمار بيجرك حقد ومحبة منهن سيان.
الشجرة إذا يبست بتهرك، الشجرة إذا يبست بتهرك، شجرة روتها مية الأديان، وغربة إذا ابنك ما بيبرك. مش بس مسلم، حتى طوعة. غربة إذا ابنك ما بيبرك وما يكون على تعليمتك ربيان، وصعبة إذا مر فضح سرك وفاضي طلع ومفكر مليان. قاعد آخر بيتين حلوين. وغربة إذا ابنك ما بيبرك وما يكون على تعليمتك ربيان، غربة إذا ابنك ما بيبرك وما يكون على تعليمتك ربيان، وصعب إذا مر فضح سرك وفاضي طلع ومفكر مليان. بحسد هناها طوع الأمي مسلم عن الأحداث خبرها، بدها تصفي نجم بيضوي وقصة نزيف العطر سطرها هيك الجهاد، ومثل ما هو نخوة اللي عملتها لآخرها نخوة عرب، وبدارها يجوي النسر الغريب وعابيادرها ابن الجسم فأبو شو بيسوي، ولو فرط الطوعة بابن الروح حتى الفناء. الله الله الله، أحسن أحسن. وردة انكبت عن سطوح القصر، وردة انكبت عن سطوح القصر وفوح على كل الكون منها عطر. مسلم ما كبوا الحاكم المبتور، مسلم بقي مخلد على طول القبر. مسلم حكاية عطرها بخور، مسلم مثل قصة. مسلم حكاية عطرها بخور، مسلم مثل قصة ورود الحمر. مسلم شمس بتفتفت الديجور ومنكب، هن استشبهوا بالأمر. الله مسلم شمس بتفتفت الديجور ومنكب، هن استشبهوا بالأمر. مسلم مثل عيسى، مسلم مثل عيسى انحجب بالنور، بكرة بيرجع مع إمام الأمر. عظم الله أجوركم سيد. الله يبارك فيك ويأجرك. إن شاء الله هذا الجهد وهذا الشعر الولائي إن شاء الله بيكون ذخرا لكم. الله يبارك فيك وإياكم إن شاء الله. شفاعة عند الحسين. الله يخليك. أعظم الله أجوركم سيد. كلمة أخيرة بحب أضيفها. الله يأجرك ويبارك فيك. الحضور تحت ظل الإمام الحسين وأصحاب الحسين بهالأيام هو بركة لمن يحضر، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ممال من الحسين ومن أصحاب الحسين نظرة. نسأل الله. الله يبارك فيك. الله يعظم أجرك. كيف النهاية كان شايفها وحول وجوه الغدر عارف، بس انأمر على الحكم بالظاهر تالناس تثبت على معارف. مسلم سليل المنبت الطاهر، الأرض الوطأها يوم شرفها، اتحاصر وضل بصوته قاهر عباد الدنيا وزخارفها. باللين دوحة بالحرب ماهر، لوحة صعب رسام يوصفها، استاذ موقف والنجم زاهر، وكبر الخلاصة تان كثفها، حامل قضية بدرها ساهر، وملحمي للمجد ألفها. بده يضل سطوعها باهر، وبده يضل سطوعها باهر، الأحرار ما بيتوارثوا إلا الناس ما بتغير.